السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو اليوم، التيك توكر خديجة تعلن تدهور الحالة الصحية لزوجها هشام وتطلب الدعاء له. تابعوا الفيديو مع الصور. في آخر تطورات الحالة الصحية لهشام زوج تيك توكر خديجة، خرجت هذه الأخيرة عن صمتها عبر ستوري نشرتها عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام، حيث كشفت عن تدهور وضعه للأسف. تحدثت خديجة عن الحالة الصعبة التي يمر منها زوجها هشام، مشيرة إلى أن درجة حرارته ارتفعت بشكل مهول خلال الليلة الماضية، وأنه رغم المحاولات الطبية لم تنجح الأدوية في خفض الحرارة. دعواتكم للكامل سخانة، مبغاش تهبط، داروا جميع الأدوية والو، يا رب تخفف عليه وتكون معاه ومع جميع مرضى المسلمين. وطلبت خديجة من متابعيها الدعاء لزوجها لتسهيل الأمور من أجل سفره إلى الخارج لتلقي العلاج المناسب، وقالت ادعيو معاه تيسر ليه الأمور ويخرج على برا ياخد العلاج اللي غادي يستجب ليه الجسم ديالو، حيت هشام مكرفس بزاف. اليوم كمل شهر في السبيطار هو على هاد الحالة، ولكن اليوم بزاف. كما أشارت في نفس التدوين إلى معاناة زوجها حاليا من مشكلات صحية إضافية، وكتبت مأبسط الحوايج اللي كيعاني منهم دابا العروق ما بقاوش كيبانوا منين يهزوا غير الدم للتحاليل. الله يجعلها مغفرة الذنوب، الله يرحم لكم الوالدين، ما تنساوهش من دعواتكم، ربي كبير. خديجة ولات حطت تدوينة أخرى في ستوري ديال الانستغرام، كتبت فيه الله يرحم لكم الوالدين، صافي لقيت الدواء وحنا غاديين ناخدوه، ادعيو مع هشام، ادعيو معاه. قال لنا الطبيب هشام باقي عنده أمل كبير، غادي يتشافى إن شاء الله، تبارك الله عليه صبار وقوي، غير هو خاصو ضروري يخرج على برا في أقرب وقت ممكن يبدا العلاج ديالو. بزاف بزاف الأطباء اتفقوا على هذا القرار، حيت دازوا من قدامهم بزاف الحالات بحال هشام، عارفين أشنو كاين. اليوم الجمعة عافاكم، دعيو مع هشام يسر ليه الله يخرج ياخد العلاج دياله.